بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ازاي نضغط اي ملف فيديو باستخدام برنامج ال VLC. البرنامج بسيط وسهل خالص. هنفتح البرنامج بتاع ال VLC وهنبدأ نعرف ازاي نضغط اي ملف فيديو. فتحنا البرنامج، هختار منه convert وبعد كده ادوس اد. هنجيب دلوقتي ملف فيديو ونشوف حجمه قد ايه قبل ما نضغطه. ده ملف برنامج حجمه 2.16 جيجا. خلاص انا فتحت نيو فولدر علشان هسيف فيه الجزء اللي انا هضغطه. بعد كده هقول له اوبن. بعد كده هقول له كونفرت. بعد كونفرت هختار الديستنيشن فايل، وهنا من هنا بختار الجزء اللي انا عاوز احوله. يعني انا عاوز احوله بمواصفات معينة بختار منها. بعد كده بحدد الجزء اللي انا هسيف فيه المكان بتاع الفيديو بتاعي، واقول له بعد كده سيف. هبدأ اسيف، هيبدأ البرنامج يضغط لي في نفس المدة بتاعت الفيديو الاصلي. طبعا انا وقفت علشان على ما يخلص، انه هياخد وقت طويل. بعد ما يخلص هنشوف ازاي تم ضغط الفيديو وحجم الفيديو اللي انضغط قد ايه. دلوقتي هو خلص، هخش بقى على المكان اللي فيه الفيديو اللي انا ضغطته وهنشوف المساحة قد ايه. ده الفيديو الاصلي 2 جيجا و16 من 100. ده الفيديو اللي اتحول او اللي اتعمله ضغط 90 ميجا، 90 ميجا فقط. برنامج ممتاز في ضغط الفيديوهات وبيضغطها بجودة عالية كمان، يعني بيحافظ على الجودة. ممكن تختار انت الجودة من جوه البرنامج زي ما شفت. ده كان الشرح، شكرا.